السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ معاكم رشا، والنهارده هنعمل مع بعض الحليب المكثف المحلى بمكونات بسيطة جدا وهينفعنا في جميع الحلويات. وفي البداية كده حبايبي معايا كوباية من اللبن البودر، معايا كوباية من السكر البودر، معايا فنجان من المية، ومعلقة كبيرة من السمنة. في الكب بقى او في الخلاط اي حاجة موجودة عندك. هننزل بالمكونات دي كلها. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده معايا، وفي الفنجان المية يكون دافية، يكون مايلة كده للسخنية شوية، والمعلقة الكبيرة بتاعتنا من السمنة. هنضرب المكونات دي كلها مع بعض وهنرجع نوريكم القوام بتاعه. تمام، هو ده القوام اللي احنا عايزينه ما شاء الله. لو حسيت ان هو تقيل منك تمام، مفيش اي مشكلة، بشوية مية برضو او معلقتين كده مية برضو يكون مايلة للسخنية شوية، وخففيه بها عادي. تمام زي الفل. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، قوامه ممتاز فوق الممتاز، يعني 10/10. ايه رايكم؟ هنستخدمه في جميع الحلويات، يعني مش الوصفه بتاعتنا ليها منافع كتير، ان شاء الله نعمل مع بعض فيها بيها فيديوهات كتير. لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناه، سبسكرايب، ودوس على زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد او كل فيديوهات انا بنزلها. كان معاكم رشا للاكلات السريعه، اشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله. مع السلامه. وطبعا هنحفظه في التلاجة عشان انا نسيت اقول لكم، لازم نحفظه في التلاجة.